قبل من كان اكو مي إيه؟ ويوصل مي بصوره إيه؟ جيده إيه؟ هاي المناطق كلها مزروعه وزرقاء ومتورسين جيت وبرسيم ودغل وخير وخضار ونعمه بس من مات المي مات الرزق كله وياه شنو السبب؟ السبب ما نعرف غير ما ادري الفرات من تركيا من سوريا منين قطعوا مينا ما ندري هاي المنطقه معتمده على مي الفرات على الفرات اي بس ما عندنا غيره على الفرات إيه؟ وهذا الارواح يجي من الفرات من الفرات اي من الارواح التركي تركي اتصالها من الارواح تركيا سوريا يدخل على العراق اي هسه ما نعرف منين قطعوا ابو تركيا قطعه غيره زين هاي المعاناه بس بالصيف لو بالشتاء وبالصيف لا احنا ما عندنا معاناه قبل ماينا متوفر وخير من الله اي لكن معاناتها بنقطع منقطع المي من الفرات ايه هاي يعني اليوم مصيبه اي هسه يعني هاي يجوز بعد يجيك شهر حتى هذا النهاية الحلال القليل ما عندك لا ما عندي يبس حتى الشجر يبس من الهلاك هسه لو ايش نجيب له من الولايه من الصندات مال الولايه ايه من الشارع العام نروح هاي تشترونهن نشتري مي ونحط كل وحده نحط لها جلكان مي الصبح والعصر مياه الشرب شلون؟ هو هم من هسه تو جيت من الولايه هذا جابوا لك اياه من الولايه جيت من المحموديه اي شقد اشتريت مي؟ اشتريت مي اجيب ويا 10 جيكانات هاي بيش السعر؟ هذا اني مناسب المي على 500 جيكان ايه ايه هاي شقد تكفي؟ المي؟ ايه الباكر الصبح هاي باليوم الواحد اي والله باليوم الواحد ولا جانا خطاره وضيوف لا لازم نضاعفوها لازم نضاعفها لل 10 ل 9 بالليل ننتهي ظل ما عندنا لا العيال ولا الخطاره الله ما معنا والله عاش الله اكبر.